خلال التنمية والتعاون تقوم بهذه المبادرة هذه، هي لصالح واحد الشريحة اللي هي بحاجة لهذه المساعدة الغذائية. ومن هذا المنبر كنشكر جلالة الملك على الانخراط ديالو وعلى اليقظة ديالو في التفاعل مع هذه الأزمة هذه، وكذلك كنشكر الأمن الوطني، الدرك الملكي، رجال ونساء الصحة في التعامل ومحاصرة هذا الوباء هذا. نطلب من الله السلامة. كنوه بالحس الوطني ديال المغاربة، وفي هذا الإطار هذا كنطلب كذلك من رجال الأعمال أنهم يساهموا في صندوق تدبير جائحة كورونا، وهذه هي مبادرة من جمعية فاطمة الثيرية للتنمية والتعاون. هذه المبادرة هذه أننا كان نتواصلوا مع رجال الأعمال، كان نحسوهم، كان كذلك كان نزودوهم برقم الحساب. كنطلبوا من ربي السلامة، وهذه ما هي إلا يعني مبادرة بسيطة جدا من هاد الجمعية هذه للناس المياومين اللي ما كيمكن لهمش يخرجوا أو يجيبوا مواد غذائية. وكان نطلب كذلك من الناس أنهم يمتثلوا للقرارات ديال وزارة الداخلية اللي هي طبعا قرارات في صالح السلامة وفي صالح سلامة وصحة المواطن المغربي، ماشي مهم الاقتصاد ديال البلاد أمام السلامة ديال المواطن المغربي. وشكرا. إذا هذه العملية ديال المساعدة اللي خرجنا كنقوموا بها، وغادي نوزعوها إن شاء الله قبل 6، وما غيكونش تجمعات نهائيا. غادي نحرصوا على أننا نمدوا الناس يد كل واحد بوحدو باش ما يكونوش عندنا تجمعات، شيء اللي وصلت عليه الجهات المعنية وحذرتنا منه باش نحصروا هاد الوباء.